الله الله اكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فتحي فتحي، انت لسه يا ابني ما قمتش؟ لبست؟ البس ايه يا امه؟ البس ايه؟ مش عايز البس يا امه. يا امه انتوا ايه؟ مش حاسين بيا؟ مش حاسين باللي انا فيه؟ يا امه انا تعبان، انا تعبان قوي يا امه. ازاي اروح اتجوز وانا تعبان يا امه؟ انتوا ايه؟ حسوا بيا بقى. معلش يا حبيبي معلش يا فتحي، انا ما صدقت ان ابوك راضى عنك. هترجع وتزعله تاني؟ يعني اعمل ايه يا امه؟ يعني اعمل ايه؟ اروح اتجوز واحده ما شفتهاش؟ ما اعرفهاش؟ مفيش ما بيني وما بينها احاسيس؟ مفيش مشاعر؟ انتوا عايزين مني ايه؟ اقول لك احنا عايزين ايه؟ ابوك عايز يسربع بالجواز عشان ابنك يتربى في حضنك. انت عاجبك كده ان ابنك بيتربى بعيد عنك، ولا انت مش عايز ابنك يبقى في حضنك؟ بص لي كده ليه؟ عشان خاطر يا فتحي، لو انا غالي عندك حبيبي، ابوك يا ابني بدي كلمه للناس ما تطلعوش عيل صغير، هيبقى يومنا اسود ومنيل بستين نيله لو انت فضلت كده. يلا عشان خاطري انا هروح ابص عليه زمانه خلص لبس. ربنا يهديك يا حبيبي وحياتي عندك. تغير هدومك وتحلق دقنك وبسرعه. بسم الله ما شاء الله، سبع سبع ما فيش منك اتنين يا حاج. يا حاج، الولا العريس لبس؟ بيلبس يا اخوي بيلبس. قد هيعطلنا عن مشوارنا ولا ايه؟ يوه مش عريس يا حاج، لازم يبقى على سنجة عشرة، ولا انت عايزهم يفتكروا انت العريس؟ ربنا يحزك، دمك شربات طول عمرك يا بهيجة كده، دمك عسل. لا بجد صحيح يا حاج، يعني دمي وكلامي كده يشبهوا الكلام ودم فوزية؟ وبعدين بقى يا راجل، ده انت ما صدقت انا سافر من هنا وجريت نطيت على بيت فوزية من هنا. يا ستي ربنا الف اعدله، انت ناسي انها مراتي؟ لو ليه طلبتني في طلب ما رحلهاش؟ سبحان الله. تروح لها ما تروح لهاش ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس انت اللي نسيت يا حاج تقولي ايه الطلب اللي هي كانت عايزاك فيه ده؟ هيكون ايه يعني؟ موضوع بطة وجوزها. يا اختي احنا مش هنخلص من موضوع بطة وجوزها ده. هقولك حاجة جوايا كده يا حاج، انا حاسة ان الولية ام بطة دي هي اللي بتسلط بطة تتخانق مع جوزها عشان انت كل يوم والتاني تروح عندها. اعوذ بالله. يا ولية مش كده، ده انا بقول عليك ان انت العقله اللي فيهم وست الستات. اعمل ايه يا حاج؟ جوزي وابو ولادي وبحبك وبغير عليك وبموت فيك. هو انا مش بموت في دباديبك؟ بس مش وقته، في ناس مستنيين. اقول للشملول يلا يشد حيله. عيني عيني يا برهوم برهوم حاكيني. يلا يا فتحي.